جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: ولو تكرمتم شيخ صالح عن سجدات القرآن الكريم، كم عددها وفي أي السور هي؟ ويسأل أيضا عن الآيات. سجدات القرآن الكريم 14 سجدة. طيب، في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي آخر سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج منها سجدتان في أولها وفي آخرها، وفي سورة النمل، وفي سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة الزمر، في سورة فصلت حاميم، تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة اقرأ، هذه مواضع السجود، وفي سورة النجم، في آخر سورة النجم. نعم.